المعارك بين القوات الليبية الموالية لخليفة حفتر من جهة وفصيل مسلح يعرف باسم كتائب الدفاع بنغازي من جهة أخرى لم تتوقف منذ اندلاعها صباح الجمعة في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية في ليبيا. وأشار متحدث عسكري إلى أن القوات الموالية لحفتر نفذت ضربات جوية في مسعى لإعادة السيطرة على مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين اللذين تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهما حوالي 600 ألف برميل يوميا. وتتشكل كتائب دفاع بنغازي من مقاتلين أخرجتهم القوات الموالية لحفتر من بنغازي ولا تتبع أي حكومة أو برلمان في شرقي البلاد أو غربها. تم تعزيز الآن القوة المتواجدة في راس لانوف بقوات كبيرة جدا من بعض المناطق العسكرية خاصة منطقة بنغازي ومنطقة الجبل الأخضر. التعزيز الهدف منه هو ليست تحرير وليس تطهير وليست إنما هو سحق هذه الجماعات. وعقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا طارئا لمراجعة جداول عمليات شحن النفط الخام والإجراءات العاجلة لحماية المنشآت النفطية بعد أن تسبب هجوم كتائب الدفاع بنغازي في إغلاق 3 موانئ من أصل 4 موانئ تؤمن معظم صادرات النفط الليبي. وكان إنتاج ليبيا قد ارتفع في الآونة الأخيرة إلى حوالي 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام أو أكثر من مثلي إنتاجها في مطلع العام الماضي.